يقال في الليلة الظلماء يفتقد البدر، وأنا أقول وأردد في الليلة الظلماء يفتقد مسؤولي الجماعات القروية لويبلان وكذا السلطات المحلية هناك. في يوم 27 من أكتوبر من عام 18 2000 نهض حميد بعلي كعادته والذي يقطن دورت كرارانت ليتفقد أغنامه فوق علي جبال ويبلان، لكن وصوله هناك توافق مع وصول كذلك عاصفة ثلجية هوجاء فقطعت طريق العودة، فظل يبحث عنها لكن دون جدوى. وفي اليوم الثاني استنجد أبناء المنطقة بالسلطات المحلية لكن دون أن يلقوا أذنا صاغية، فصعدوا بمفردهم للبحث عنه، واستمرت عملية البحث لأيام عدة، وأعاقهم في ذلك كثرة الثلوج. وفي اليوم الثاني من نوفمبر من ذات السنة التحقت بهم الوقاية المدنية والدرك الملكي وأعوان السلطة كذلك، فظلوا يبحثوا معهم لكن دون جدوى مرة ثانية، فعادت السلطات المحلية أدراجها. وفي اليوم الثالث صعد أبناء المنطقة بمفردهم وبمساعدة أبناء الضواوير المجاورة كذلك، فعثروا على حميد جثة هامدة تحت ركام من الثلوج في مشهد فظيع. فمن يتحمل المسؤولية يا ترى؟ ولك الله يا شهيد التهميش، إن لله وإنا إليه راجعون.